رأيك إيه في تريزيجيه بالمناسبة على ضوء متابعتك لمستواه قبل الإصابة مع أستون فيلا طبعا؟ بالفعل أتابعه، إنه لاعب شيق جدا ولديه حضور. أعتقد للأسف أن بسبب الإصابة يعود شيئا فشيئا إلى مستواه، وأستون فيلا قام بتغيير مدربه، وأتمنى أن يثبت ذاته مرة أخرى تريزيجيه، لأنه لاعب هام جدا في الفريق، وهو لاعب أعتقد أنه سوف يكون له دور مهم جدا مع الفراعنة.